ينضم معنا من اسطنبول للحديث عن دلالات التحركات الدولية ومدى جديتها لإدانة النظام السوري بارتكاب هجمات كيماوية في البلاد. ينضم إلينا الأستاذ عبد المجيد بركات، عضو الائتلاف السوري المعارض. أستاذ عبد المجيد، بداية مرحبا بك. بعد كل تلك الجرائم التي استهدف بها النظام السوري والمدنيين بالسلاح الكيماوي، ما الذي تغير اليوم؟ هل نجد على ما يبدو بريقة أمل لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم على المستوى الدولي؟ تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني أعتقد بأن هنالك يعني مفهوم غلط لدى المجتمع الدولي، منطلقه وأساسه أن نظام الأسد لا يحق له أن يقتل شعبه بالكيماوي، ولكن الأسلحة الأخرى هي حلال عليه في استخدامها ضد المدنيين، وهذا هو منطلق المشكلة وأساسها صراحة. يعني عندما يتم هنالك تحرك ضد استخدام الأسد للسلاح الكيماوي ولا يتم هنالك أي تحرك لاستخدام الأسد كل هذه الأسلحة وكل هذا الدمار الذي سببه في سوريا، فهنالك مفاهيم غلط إلى الآن يسير بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة. أعتقد بأن الملف الكيماوي بداية إلى الآن هو محل مساومات سياسية، ولا يوجد جدية حقيقية في طرح هكذا ملف في أروقة الأمم المتحدة أو حتى دوليا بعيدا عن منظمة الأمم المتحدة التي أعتقد بأنها إلى الآن ما زالت تحوي الكثير من الاستعصاء على مستوى التعامل مع الملف السوري. يعني عندما يكون هنالك رغبة في الضغط على نظام الأسد لتحقيق ربما تقدم سياسي أو تقدم في العملية السياسية أو يعني انتخابات وشيكة لدى نظام الأسد، يتم استخدام ورقة السلاح الكيماوي والتلويح بها في إدانة نظام الأسد. إلى الآن لا يوجد جدية حقيقة في التعامل مع هذا الملف، ولم نلمس إلى الآن يعني منذ عام 2013 عندما استخدم النظام الكيماوي للمرة الأولى في حلب في حي الراشدين وفي الغوطة وفي أكثر من 5 مواقع استخدمها، لم نجد هنالك جدية. ما هو دوركم كائتلاف سوري معارض، ما هو دوركم بمساعدة لجان التحقيق في ظل مساعي النظام لتميع ما يجري؟ يعني واضح جدا بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأن المسؤول عن استخدام هذا السلاح هو طيران النظام، فالنظام هو القوة الوحيدة في الميدان التي تمتلك في تلك الفترة سلاح طيران. النقطة الثانية، المعارضة قامت بكل ما تستلزمه القواعد الإجرائية والقانونية لكي يثبت أو لكي تثبت أن النظام قام باستخدام هذه الأسلحة. نحن قد جمعنا العديد من الأدلة وكذلك عدد من المنظمات التي تعمل على الأرض، منها منظمة الدفاع المدني التي قامت يعني بقطع الشك في اليقين باستخدام النظام بأكثر من 3 مرات السلاح الكيماوي في عدة مناطق في الشمال والشمال الغربي لسوريا. فالمعارضة إلى الآن صراحة تدفع باتجاه أن يكون هذا الملف مطروح في الأمم المتحدة، تؤكد بشكل دائم في كل اللقاءات السياسية على أهمية الملف القانوني الذي إلى الآن هو مغيب بشكل كبير. النظام الأسد ليس فقط لديه إدانة في استخدام الأسلحة الكيماوية، إنما هنالك العديد من القضايا المتعلقة بمئات آلاف المعتقلين. إلى أي مدى يمكن التعويل على الدور الأوروبي في محاسبة مجرمي الحرب؟ يعني نحن يعني من التجارب التاريخية نلمس دائما بأن يعني الملف القانوني نفسه طويل جدا ويحتاج إلى فترات طويلة لكي نلاحظ هنالك يعني نتائج حقيقة على الأرض، وهذا ما نلاحظه خلال يعني الثورة السورية بأن كل الملفات القانونية التي تكون في النهاية تحقق عدالة هي مؤجلة عندما يكون هنالك ما زال الصراع العسكري مستمر وما زالت العملية السياسية مستمرة، ولكن نحن بالدرجة الأولى نعول في هذا الإطار على أهمية زيادة العزلة على النظام السوري من حيث عدم التطبيع معه فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية، وهذا الأمر ليس فقط الدول الأوروبية عليها أن تقوم بهذا الواجب، العديد من الدول، أمريكا عندما فرضت قانون قيصر ربما كان هذا أيضا يعني اختار لأهمية عدم إعادة العلاقات مع النظام الآن مقبل على انتخابات، وندفع باتجاه أن يكون هنالك طرح للملفات القانونية في الأمم المتحدة وفي الأروقة الدولية وفي الدول المؤثرة في الملف السوري يعني عدم الاعتراف بهذه الانتخابات، وهي تجاوز للحل السياسي وهي أيضا تجاوز لكل يعني الإرادة الدولية التي أصرت أن يكون هنالك مسار سياسي واحد تحت قرار 2254. نعم، الأستاذ عبد المجيد بركات، عضو ائتلاف السوري المعارض، نشكرك شكرا جزيلا.